الموافقة على البرنامج التدريبي النسوي الوطني الذي يستهدف تدريب النساء العاملات في القطاع الخاص، كما عملنا على دعم المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفع من شأنها. وعدنا شعبنا بأن نكمل المشاريع المتلكئة أولا وننجز المشاريع الجديدة، والهدف هو إكمال البنى التحتية، فبارك الله بجهود الجميع. شكرا جزيلا لكم. أود أن أؤكد على موقف الحكومة تجاه هذه الأحداث التي تهدد المنطقة بالحروب والصراعات. هذا الموقف الذي ينبع من مواقف العراقيين بكل مكوناتهم وأطيافهم، والتي عبرت عنها المراجع الدينية والتجمعات الشعبية والرسمية والحكومية، موقف متضامن مع فلسطين. على بركة الله أطلقنا الأعمال التنفيذية لثلاثة مشاريع لمحطات كهربائية متنوعة في محافظة كربلاء، وسوف نستمر في باقي المحافظات سواء كان على مستوى المحطات الثانوية أو الدورة المركبة ومحطات ومشاريع أخرى. أطلقنا أربعة مشاريع صناعية: مصنع التقطير الفراغي، مصنع الزيوت البيضاء، ومصنع الغازات الصناعية، ومصنع المذيبات العضوية، ونأمل أن تنفذ كل ما مخطط من مشاريع في هذه المدينة.